بسم الله الرحمن الرحيم. أعد إليكم مشاهدي الكرام لنستأنف الحديث في الحلقة 11 من قصة حياتي، اللحظة الأخيرة من كتف أمي إلى كرسي الأستاذية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتقلت الآن من مرحلة سنة تانية إعدادي إلى الصف الثالث الإعدادي، وهناك استقامت أموري إلى نحو جيد جدا بصورة طيبة، وانتظمت أحوالي، مكانش فيه مفاجآت في أول السنة. دخلت السنة الثالثة الإعدادي وأنا متفائل ومنشرح، لكن ما استمرتش حياتي على نحو طيب طول السنة، فقد عادت الأمور لتتدهور من جديد، لأخوض عاما آخرا من الآلام والأحزان لكن من نوع جديد. السنة الدراسية بدأت كويس، بداية رائعة، أخذت مكاني في الصف الأول مباشرة أمام الأساتذة، صرت أمارس هوايتي المحبوبة اللي هي المذاكرة. المذاكرة اللي العادة اللي معظم التلاميذ بيكرهوها، الله سبحانه وتعالى لحكمة يعني هو كان يراها ألقى محبتها في قلبي. عشق المذاكرة والقراءة والدراسة كان متركب جوه نفسي ومغروس فيها بشكل لا دخل لي به سوى أنها إرادة الله. المهم، كان الكتاب هو صديقي الصدوق اللي أجد فيه نفسي، وتظهر فيه إمكانياتي النفسية والذهنية بعد أن فشلت إمكانياتي الجسدية في أن تلبي نداءات أحلامي. صرت أنهل من كل العلوم وأكتسب من كل المعارف، وصار تفوقي الذهني ملحوظ مع نموي الجسدي. كان هذا التفوق ظاهر في صورة إيدي المرفوعة اللي دايما تطلب الإجابة من المدرسين، حتى أصبح الموقف بتاعي وصيحتي المشهورة لما كل مدرس يطلب حد يجاوب على السؤال أرفع إيدي وأقول أنا يا بيه أنا يا بيه، فصار المدرسين يتنضروا علي بالكلام ده، وطافت شهرتي كل أرجاء المدرسة. حتى جاء منتصف العام الدراسي أوائل عام 1973 تحديد في شهر يناير، يعني بعد 3 شهور من بدء السنة الدراسية، بدأت تظهر علي علامات البلوغ، بدأت أشوفها على نفسي وأشعر بيها، وبدأ طولي يتمدد بشكل سريع جدا، وكانت دي بداية المأساة. صار عمودي الفقري بدلا من التمدد لأعلى نظرا لعدم تناسق الانقباض العضلي على جانبي، صار يميل على الجنب القوي، الجنب الضعيف عضلاته مرتخية، فأصبحت العضلات على الجنب القوي تشد العمود الفقري وهو بينمو، فبدل ما كان بينمو لأعلى بدأت أنمو إلى الجانب، وصار العمود، صار جسمي يتمدد بسرعة كبيرة، وصرت أطول بس عوج،
الحالة ديت اللي معروفة باسم سكوليوزيس. وشهر ورا التاني صارت الحالة تتدهور أكثر وأكثر، وبدأت رجلي تتأثر هي كمان بسبب الميل اللي بدأ يحصل في الجزء بتاعي، بدأ رجلي هي كمان تتأثر حتى أصبح التشوه واضح على شكل الظهر. أنا بدأت أحس إن في حاجة مش مظبوطة بتحصل فيا. التغيرات ديت لفتت نظر أمي وأخواتي، فكنت بشوفهم بيتهامسوا بينهم وبين بعضهم ويشاوروا على بعض. لم تكن أذني لتخطئ السمع ولا عقلي يفوت الفهم لمغزى تلك الهمهمات ومعني. لما الموضوع كتر دخلت في يوم للحمام وخلعت ملابسي كلها وبصيت في المراية، وكانت الصاعقة على طول صرخت بيني وبين نفسي، ايه اللي صابني ده؟ ايه اللي عندي ده؟ وضهري عمل كده ليه؟ ايه القبة الموجودة دي؟ مكنتش شايفها خالص ولا كنت حاسس بيها. انا كل ده ببص على نفسي في المراية، طلعت وانا زي ما انا قبل ما البس هدومي، ورحت على طول ناحية امي، جريت عليها وكنا بشتكي. الحقيقة انا اسفت لحال هذه المرأة، تحملت كثيرا جدا من مصايبي اللي كانت تأتي كلها يعني واحدة وراء الأخرى، وكأنه مفيش حد وراها غيري. كانت أمي في 8 أولاد 7 غيري، لكن أنا كانت مصايبي كتير. كانت زوجة راجل مكافح محتاج آخر النهار بعد ما يرجع من شغله لزوجة تهتم بيه ويمارس ما حقه الطبيعي في الحياة، لكن ازاي ده كان هيحصل لأم وراها ابن بهذا الشكل؟ جلست أختي الكبيرة بجوار أمي على كنبة الصالة بتاعت المعيشة، وقعدوا يفحصوا ظهري العريان وهم بيشاوروا لبعضهم بعيونهم لعيوني لحظتها، يعني أنا عينيا شافتهم وهم بيكلموا بعض بلغة العيون. سألت والدتي ايه اللي في ظهري ده؟ سكتت ومعرفتش تقول لي ايه. كان عندي أمل تقول لي إنها حالة مؤقتة، إيه حاجة زي التهاب وهيخف، لكن أنا مكنتش أعرف إن ده واحد من أخطر الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان اللي اسمه الجنف أو الحدب، إن هذا المرض سيبقى معي طول العمر بل وسيزداد سوءا ويؤثر على صحتي وسيهدد حياتي كلها بعد سنوات قليلة. كنتش اعرف ان الحالة ديت، ولو هما كانوا يعرفوا لما فحصوني بالحالة ديت لها علاج طبي وانها غالبا ما بتنتهي بالوفاة، وده اللي قالوا لهم اشهر اطباء العظام في طنطا لما والدي راح له وعرض عليه الحالة بتاعتي. هو راح له من غيري لان انا كنت كبرت وبدات افهم، فراح يعرفه الحاله بتاعتي، فده كان الرد بتاعه. فوالدي خد والدتي وراحوا للدكتور فلان الفلاني، بقى دكتور مشهور جدا يعني. فقالوا له طب يا دكتور هو هيعيش قد ايه؟ قال لهم والله يعني الحاله ديت والشكل اللي انتوا حكيتوا عليه ده
ما بتكملش العام 30، يعني عند 30 سنة هيكون اتوفى. رجع أبويا وأمي من عند الدكتور المرة دي، هو مش متوثقين في كلامه، لأنه كان من 12 سنة راحوا الدكتور تاني وقال لهم الولد مش هيعيش، ده هيموت الليلة، وعاش، هيموت تاني يوم الصبح ومش هيكمل الليلة. وراح وقال لهم لا، ده هيموت عند سن 20 بعد ما هيفضل طول عمره مقعد. لكن ربنا سبحانه وتعالى كان له تقدير آخر. وقمت زي ما أنا حكيت لكم بقى في الحلقات اللي فاتت، ومشيت ورحت المدرسة وإلى آخره. أمي قالت لوالدي ما تصدقش كلام الدكاترة، ابني هيبقى دكتور وهيعيش وهيخلف ويبقى عنده أولاد، أنا عارفة كده. هي ربما كانت بتقول الكلام ده عشان تطمن نفسها، عشان تعرف تعيش. وربما برضه كانت بتشد من أزر والدي وتجبر خاطره اللي دايما كل ما يتصلح يتكسر. وكانت دايما أزماتي المتكررة من الحاجات اللي كانت بتكسر نفس والدي. اتفق والدي ووالدتي انهم ما يصرخونيش بالحقيقة علشان نفسيتي ما تتأثرش، وكأن شيء لم يكن. لما رجعوا قلت لهم الدكتور قال لكم ايه؟ امي قالت لنا حاجة بسيطة، ولما تكبر هتروح، لكن بس انت عليك تعمل بعض التمرينات، تمارين شد الظهر، ان انت تتعلق يعني على عقله، او ترفع تتعلق في الباب لفتره طويله علشان ظهرك يتفرد. في الحقيقه وما كانش قال لهم حاجه، لكن هم كانوا بيلاحظوا ان انا لما بتعلق على الباب ظهري بينفرد تماما. فاجي الاقتراح ده من عندهم، والاقتراح ده على فكره ده يعني واحد من التمارين اللي بيوصوا بيها دكاترة العلاج الطبيعي قبل العملية هتتعمل. فصرت طول النهار معلق نفسي في الباب بتاع الأوضة النوم بتاعتي، يعني لحد ما أتعب أنزل. أنا كنت يعني لما كنت بعلق نفسي كده على الباب، أقف أمسك إيدي في أعلى الباب، كنت طولت بقى. فكنت بتفرد حوالي 30 سنتي، 20 30 سنتي، كنت ببقى عالي بشكل، والطول الطبيعي بتاعي اللي هو 182 سنتي، كنت وصلت له بسرعة، أو كنت على أبواب إن أنا أوصل له. فكنت بتفرد بشكل مدهش، أسيب إيدي من على الباب العمود الفقري بتاعي يسقط وأقصر 20 سنتي. الأحداث دي كانت بتحصل في بيتنا محدش يعرف عنها حاجة، لكن والأمور في الشارع كانت بدأت تسوء المرة دي، بس من اتجاه آخر، مش من اتجاه الأولاد، لأ من اتجاه الكبار. الناس الكبيرة هي اللي بدأت تعلق على الموضوع، الجيران والأصدقاء بحسن نية منهم كانوا يحسسوا على ظهري ويسألوني مالك يا مجدي عندك ايه؟ الستات الكبار والرجالة الكبار يمسكوا ظهري يحسسوا عليه مالك، وانا طبعا عارف، لكن الوضع ده كان بيضايقني. فايه كنت يعني بحزن، رجع الحزن ليا من جديد. ده النساء الطيبين اللي هم امهات اصحابي واولياء امور اصحابي، لكن الطبقة الشعبية اللي حوالينا اللي هم أمهات المطاريد، العيال اللي احنا كنا بنسميهم المطاريد، لما كانوا بيشوفوني ماشي في الشارع، وطبعا هم بقى خلاص يعني بقى على اتصال بشارعنا، ويجي يقعدوا، كانت الفسحة بتاعتهم في شارعنا، فكان يجي يقعدوا على رصيفة البيوت ويقعدوا مترصصين كده. فوانا معدي في الشارع رايح المدرسة ويشوفوني ماشي يقعدوا يمصمصوا شفايفهم ويسمعوني كلمات الرثاء على جاري عادة الناس اللي عايشة في المناطق الشعبية. في الوقت ده كانت لسه حرب 73 قامت،
يعني كنا لسه في أول السنة. فكنا مصر بتعاني من أثر نكسة 67، حيثما غاب الدين والأخلاق عن حياة الناس، وانتشر في المجتمع كل ما هو جاهل وخبيث من أفكار. كانت ثقافة الناس الشعبيين أو الناس الجاهلة في المناطق ديت، كانت ثقافتهم إن المشوهين من البشر هم أشخاص ربنا غضبان عليهم. كان دي ثقافة ربما الجيل الجديد دلوقتي ما يسمعش عنها، لكن كانت منتشرة في أيامنا في المناطق الشعبية فقط. كانوا يعني النساء بالذات اللي هم كانوا يعني مش متعلمات، كانوا يظنوا إن المشوهين والمصابين بابتلاءات جسدية إن دولت ربنا غضبان عليهم، ولعلها كانت ثقافة مشوهة أصلا من اللي سمعوه عن تعذيب ربنا للأمم الصغيرة. ربنا لما كان بيسخط الناس يعني العصاة، فكان بيسخطهم قردة وخنازير، فلليهود مثلا أو العصاة بصفة عامة. لكن انحرف هذا الكلام وصاروا يتصورهم إن أصحاب البلاء دولت من اللي ربنا غضبان عليهم. طب نعمل لهم إيه؟ بدل ما كانوا يطبطبوا عليهم أو يشفقوا عليهم، كانوا بيقولوا يجب إن إحنا نرجمهم ونسبهم. ده كانت ثقافة عجيبة جدا في هذه المناطق، وعشان كده رجع شتمتي ورجع ضرب الحجارة وأنا ماشي، هي يعني إيه حاجات مصاحبة لنشاطي. تكرار سماعي لكلمات الأوصافي والشتايم كان له أثر مدمر آخر. يعني أنا ملحقتش أفوق شهرين ثلاثة من الإيه من تنمر الأولاد، بقينا آباء وأمهات الأولاد هم دلوقتي اللي بيتنمرهم، ورجعوا الأولاد بدل ما يضربوني بإيدهم المباشرة رجعوا قعدهم يضربوني بالحجارة كنوع من الاعتراض أو من يعني إيه رد الفعل إن أنا واحد من اللي ربنا ساخط عليهم لأنه ربنا خلقني بهذا الشكل. الكلام ده كان له أثر مدمر جدا على نفسيتي اللي ما كانتش بتفوق من كارثة إلا تدخل في كارثة تانية، وصارت عندي حساسية من كلمات الأحدب والأعرج، يعني الحاجات دي صارت توجعني جدا. فحاولت إن أنا أتجنب المشي في الشارع، فكنت دايما بمشي من جنب الحيطة علشان أتدارى فيها. الحقيقة عقلي ما كانش غايب عن سلوكيات هذه الناس، لكنه انشغل بيها وصار يجعلني أفكر فيها بالليل وبالنهار. زي ما كنت بقول كده إيه، تصحبني دموعي وتمزقني حسراتي. مرة أخرى طلعت لسطح الجنة، أناجي أنظر إلى السماء وأناجي الله سبحانه وتعالى بعيون بكية، ليه يا رب أنا من وسط الناس اللي المرض يتقال عليه بالشكل ده؟ ده أنا ملحقتش أفوق من الابتلاء الأولاني، ليه كل ما أقوم من حفرة أدخل في حفرة تانية؟ يا رب يعني تشيل عني بعض من الهموم ديت، يا رب يكون في حد تاني غيري في هذا العالم تلقي عليه هذا العبء الثقيل. أنا يا رب حاسس إن مفيش غيري في الدنيا ديت. ساعتها ما كنتش يعني إيه النوعيات اللي كانت زيي كانت قليلة جدا، يعني إيه لكن كنت أنا الوحيد من وسط في الحتة بتاعتنا اللي عندي الشكل ده. كنت بناجي ربنا بقول يا رب الهموم كترت عليا ومش قادر أتحملها، وأنا لسه طفل صغير مش هقدر أتحمل ولا أقدر أكمل بهذا الشكل. كنت بقول كلام كتير بقى، كلام السخط
وكأن لما عدم الرضا كل ما تقابلني مواقف سيئة أرجع ومرضاش بقى أحكي لوالدتي ولا لأخواتي. كنت أطلع فوق السطوح وأقعد أكلم بيني وبين نفسي وأنظر لله سبحانه وتعالى وأخاطبه بهذا الشكل. أنا مش هقول إن أنا صبرت، أنا في الوقت ده يعني إيه كانت مقدرتي على الصبر اللي كنت اكتسبتها من كلمات أمي كان بدأت تنقص بصورة حادة مع كل موقف أتعرض فيه لتنمر الكبار وكلماتهم، وكنت أشعر إن أنا بأفقد جزء من الصبر. تحول الأمر مع الوقت لحالة من الغضب، ومن الغضب انقلب إلى سخط وتذمر، وبدأت أعرف طريقي للتمرد حتى على قدري. أنا طبعا بعتذر، وأنا بقول هذا الكلام أنا بعتذر لله سبحانه وتعالى إن أنا كنت جاهل وقتها وما كنتش يعني إيه عند الخلفية اللي هي أنا عليها دلوقتي، لكن أنا بقولها من باب التاريخ بذكرها بأرخ لسيرة حياة وبأنقل الأحداث كما حصلت بكل أمانة. عرفت طريقي للتمرد وعرفت طريقي للسخط. المشاعر دي كانت كفيلة بإن أنا أفقد تركيزي تماما، فانصرفت عن الدراسة في وقت إيه؟ في وقت حالك، في نص السنة. أول سنة أنا كنت بارع جدا وكنت خلاص يعني إيه لحد ما قبل ما تظهر التغيرات الجسدية كنت يعني الكل كان متوقع لي اكتساح هائل، لكن بعد نص السنة لما الصفات الجسدية التشوهية بدأت تظهر بدأت أفقد تركيزي في المذاكرة وانصرفت عن دراستي ونسيت اللي كانت أمي دايما توصيني بيه، وكنت بس بتظاهر أمامها إن أنا قاعد بذاكر، لكن ما كنتش بذاكر، كنت دايما سرحان بحاول أفكر في إيه، في إزاي حل لي قضية التشوهات ديت، وطبعا ما كانش فيه حل. جه امتحان آخر السنة دخلت من غير استعداد، كانت النتيجة مخيبة الأمال كل من تنبأ لي بمستقبل باهر. أنا جبت مجموع 83%، وربما المجموع ده بالنسبة لغيري من التلاميذ هو حاجة ممتازة، لكن بالنسبة لي أنا وبالنسبة لآمال أمي ويعني مجموع يعني مجاميع السابقة كان يعتبر انتكاسة كبيرة. أمي ما استغربتش ولم تعاقبني زي ما كانت بتعمل معايا في الامتحانات الدولية لما كنتش أجيب الدرجة النهائية، كانت بتعاقبني لأن أمي لاحظت عليا حالة الشتات الذهني اللي أصابني، محبتش تتقل عليا بمزيد من النصايح، كانت تعلم أنها لن تجد صدى في هذه النفس الجريئة. خلاص بقى أمي شبه يعني إيه أسقط في إيديها وتركت الأمر لله يقضي فيه بما يشاء، هي قالت كل اللي عندها وخلصت خلاص كل استنفذت كل وسائلها، وهي في الحقيقة يعني كتر خيرها إنها عملت كده وسابتني أنا أقرر مصيري وأشوف أعمل إيه. أنا في الحقيقة ما كنتش أعرف إن ربنا سبحانه وتعالى بيدبر لحياتي أعظم تدبير بمنتهى الإحكام. كان الله سبحانه وتعالى يعني يصنعني على عيني لهدف كبير، عقلي الصغير ما كانش يستوعب وقتها الحكمة من وراء الأقدار المتلاحقة اللي كانت بتحصل لي واللي كانت تبدو غريبة عليا. المهم انتهى الأمر بحصولي على الشهادة الإعلامية، ومن اللحظة ديت أنا توليت أمر بنفسي وما بقتش إيه يعني كانت التجربة بتاعت والدي اللي هو لما نسي يقدم لي في مرحلة الثانوي مرحلة الإعدادي
انا كنت اتعلمتها وقلت خلاص انا ايه هتولى امري بنفسي واخد الورق بتاعي واروح اوديه للمدرسة الثانوية. كانت المدرسة اللي جنبنا هي مدرسة الاقباط الثانوية، شلت الورق بتاعي ورحت ايه قدمته في مدرسة الاقباط علشان اقضي اسوأ اجازة صيفية وأسوأ فترة مرت بحياتي على الإطلاق. وإلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.